بصي يا مدام زبيده، انا مش عايزاكي تقلقي نفسك خالص خالص. انا هخلعك منه في جلستين بالظبط، وهجوزك مروان واكتب لكم العقد العرفي بايدي كمان ان شاء الله. لا بصي، في حته الفلوس دي انا مش بعرف اتكلم خالص الصراحه، بس يعني هو انا الطبيعي باخد 100,000 جنيه مقدم، بس عشان حضرتك يعني تهميني وحد مهم بالنسبه لي، يعني انا هاخد 60,000 جنيه بس مقدم. اه وانا تحت امرك في اي وقت كلميني. صباح الفل يا نيفو. طب يا مدام زبيده انا مستنيه مكالمتك. اوكي باي باي. هو في ايه يا عماد؟ انت ازاي تدخل عليا كده اصلا؟ ايه ده ايه يا نيفو؟ في ايه؟ ما احنا الاثنين واحد يا حبيبتي، يعني انا هعمل لك مفاجاه انت تقابليني بالوش ده؟ تا 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 تا. دعوه الفرح، ايه رايك؟ قسما بالله يا نيفو سهران لحد الصبح في بين السرايات لحد ما وصلت للشكل العبقري ده. دعوه ايه وشكل ايه؟ ايه ده مش عاجباكي ولا ايه؟ بصي تطلع ايه تدخل، ايه تطلع وتدخل. والله العظيم يا نيفو الواحده مكلفاني 5 جنيه و40 قرش، بس مش خساره فيكي والله، انت بنت حلال وتستاهلي اكتر من كده بكتير. فرح ايه وفرح مين وفرح فين؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايوه نيجي بقى للاسئله المهمه، فرح ايه وفرح مين وايه الحاجات دي؟ نيجي بقى الاهم مفاجاه في اليوم كله. لا 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 لا، فندق شوفوتيل الجزيره. قصدك شوفوتيل الجزيره اللي في الزمالك؟ شوفوتيل الجزيره في جزيره تانية، جزيره الوراق، غير جزيره الزمالك خالص. الفندق جديد نوفيا نيفو. هندخل على عجلات حربيه والبروجرام مختلف تماما. في الاول اسماء الله الحسنى ورأس الاسلوب اجمل نساء الدنيا. انا مش هقول حاجه تاني، انا خلصت كل حاجه عندي كده. هو ده المختلف بجد بالنسبه لك؟ ده انت ناقص تقولي هنقفل الفرح يا سهر الليالي. لا 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 سهر يا نيفو، الشغل القديم ده بس يا نيفو، اتضايقينا ليه بس في الفرح؟ واللي انت بتقوله ده جديد يا عماد؟ نفرتيتي ايه وشوفيتال ايه؟ هو انت الفندق اللي انت حجزت فيه ده يعني كام نجمه؟ لا انا ما شفتش نجوم بصراحه، بس هو مكتوب على الباب ادفع الهواء مكيف، اكيد القاعه مكيفه. بصي يا نيفو انت برضو بتاخدينا فين وبنسيب الحاجات المهمه. المعازيم كل واحد من المعازيم في طبق. يعني ايه كل واحد من المعازيم في طبق يا عماد؟ لا لا مش جوه قاعدين في الطبق، لا انا جاي لك في الكلام، كل واحد من المعازيم في طبق، وهنحط قطعه جاتو واتنين باتون ساليه. من لابوار؟ لا من البشبيش في اول فيصل، بس قسما بالله يا نيفو احلى من لابوار 100 مره، انا اشهد له. اه والله. عماد هو انت يعني خلاص حجزت الفرح وجهزت الشقه وكده عشان اتجوز ولا لسه؟ لا لا انا خلاص اجلت قسط الشقه دي دلوقتي خالص، انا هنخش في شقتك انت بقى. لا شقتي ايه دول؟ طلعوا نصابين وانا رافع عليهم قضايا كتير وبعدين مش هينفع. قسما بالله بتتكلمي بجد؟ اه والله. لا حول ولا قوه الا بالله. طب والعمل دلوقتي يا نيفو؟ بص هو انا رافع عليهم قضيه مستعجله، وبعدين انا شايفه يعني احنا ناجل موضوع الجواز والفرح ده لغايه ما نكسب القضيه، صح؟ ماشي ماشي. طب انا كده لازم اروح بقى الاستاذ طوارشي الغي الحجز بتاع القاعه لحسن ياكدوا وتروح بقى عليا ال 200 جنيه المقدم. يلا روح الحقه بسرعه. هروح بسرعه. بصي خلصي وكلميني على طول. ها